أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب. أهلا أبنائي أبناء تخصص الميكانيكا صيانة وإصلاح شعبة الميكانيكية، أهلا بكم أبنائي الأعزاء. والنهاردة إن شاء الله حلقتنا هتدور حول درس جميل جدا، وهو أحد وسائل نقل الحركة، وهي نقل الحركة باستخدام الجنازير. كنا في الحلقة الماضية اتكلمنا عن السيور، وعرفنا ايه هي مميزات وعيوب السير حرف الفي، وكمان عرفنا السير حرف الفي دوت ايه هو، بينقل قدرة كبيرة جدا بين عمودين بينهم مسافة بين عمودين بينهم مسافة كبيرة. وكمان عرفنا شباب ان عندنا وسيلة نقل حركة اخرى اللي هي السيور المسننة، وعرفنا ان انا عشان انقل القدرة بتاعتي بالسيور المسننة لازم الطارة اللي انا هركب عليها السير تكون طارة ايضا ايه مسننة، وعرفنا ان ده بيحدث في نقل قدرة موجبة ولا يحدث انزلاق لمين؟ للسير اثناء نقل الايه؟ نقل الحركة باستخدام السيور المسننة. يبقى انا كده بالنسبه للسيور هي بتنقل حركه بين محورين بينهم مسافه كبيره، واحيانا في بعض السيور بيحدث فيها انزلاق او نقل قدره غير موجبه، وبعض السيور بيحدث فيها نقل قدره ايه موجبه. بالنسبه للسير المسطح وسير الحرف في كانوا بينقلوا قدره غير ايه غير موجبه، يعني كان بيحدث انزلاق ليهم اثناء نقل الايه الحركه بتاعت، ولكن السير المسنن كان بينقل قدره موجبه او حركه موجبه، وبالتالي ما كانش بيحدث له انزلاق من على الطاره اللي هو راكب عليها. النهارده ان شاء الله بقى درسنا مع نقل القدره او الحركه الموجبه باستخدام الجنازير. ليه الجنازير بنقل فيها نقل قدره موجبه؟ لان الجنزير بيبقى عباره عن دلافين او قلع كده متعشقه مع تروس، وبالتالي التعشيق ده بيجعل الجنزير ما بيحصلش ليه ايه انزلاق، فبالتالي نقل القدره والحركه باستخدام الجنازير دائما بيكون نقل القدره ايه موجبه. مع بعضينا بقى نبدا على الشتنة الجميله، نشوف الجنازير وانواعها والجنازير بتاعتنا بنستخدمها في ايه. مع بعضينا على الشاشه. قال لي نقل الحركه بالجنازير اللي قدامنا دي يا اولاد تعشيقه جنازير. تعشيقه جنازير، تعشيقه دي عباره عن ايه؟ عباره عن جنزير. جنزير ده راكب على مين؟ على ترس تحتي. طب بيقول لي تعشيقه الجنازير بتنقل عزم دوران موجب. يعني ايه عزم دوران موجب؟ يعني عزم دوران بدون انزلاق بين محورين، والمحورين دول بيكون بينهما تباعد مركزي كبير لا يمكن الوصول اليه باستخدام التروس، تمام؟ وتتعشق اجزاء الجنازير مع ترس الجنزير او العجلة المسننة. ايه الكلام الجميل اللي بيتقال ده بقى يا ولاد؟ بيقول لي ان الجنازير بتنقل عزم دوران كبير، وعزم الدوران اللي بتنقله ده بيكون بدون انزلاق، وكمان الجنازير ديت بتنقل الحركة بين محورين، المحورين دول يكون المسافة بينهم كبيرة جدا لا يمكن استخدام التروس في هذه الحالة، تمام يا حبايبي؟ طيب وقال لي ايه كمان؟ قال لي ان الجنزير بيعشق على عجلة مسننة، ان الجنزير بتاعي ما بيحصلوش انزلاق. ليه؟ لان الجنزير بيعشق على عجلة ايه مسننة. ده كده بالنسبة للجنازير، يبقى بتنقل حركة بين عمودين او بين محورين بينهم مسافة كبيرة، في الحالة دي لا يمكن استخدامنا للتروس خالص، وكمان بيبقى الجنزير بيتركب على عجلة مسننة، كمان الجنزير بينقل عزم دوران موجب يعني ما بيحصلش ليه انزلاق، او الانزلاق بتاعه بيبقى قليل جدا، عزم دوران دايما او القدره اللي بينقلها بتبقى قدره ايه موجبه، فبالتالي الجنزير هنا بيعيش معايا اكتر من السير. هو احنا لو لاحظنا ان الجنزير بينقل الحركه بين محورين بينهم مسافه كبيره، ما هو السير برضك بينقل الحركه بين محورين بينهم مسافه كبيره، بس السير بيحدث له انزلاق.
السير علشان هو مطاط بيحدث انزلاق تمزق، انما الجنزير بيعيش معايا فتره ايه، فتره اكبر، وبالتالي بينقل قدره ايه، قدره اعلى من السير. تمام يا حبايبي، مع بعضينا بقى نشوف كده انواع الجنازير. انواع الجنازير عندنا نوعين من الجنازير يا ولاد. اول نوع من الجنازير الجنازير ذات الدلافين المنفرده، هي اللي قدامنا على الشاشه دي. يعني ايه جنزير ذات دلافين منفرده؟ يعني الجنزير ذو صف واحد من الرولز بتاعته، مش الجنزير ده بيكون زي ما احنا ما شايفينه كده قدامنا من مجموعه من الرولز. الرولز اهو ده دولفين. دولفين يعني ايه؟ يعني عباره يا ولاد عن وصله داخليه ووصله خارجيه بينهما مجموعه من البنوز. تمام، اهي وصله بتبقى وصله خارجيه ووصله داخليه، والوصله الخارجيه والوصله الداخليه دي بينهما مجموعه من الايه، من البنوز. لو البنوز دي حبايبي صف واحد، بقول الجنزير ده ذات دلافين منفرده. لو البنوز ديت صفين، بقول ان الجنزير ده مزدوج الدلافين. فاحنا هنا لما نشوف الجنزير اللي قصادنا ده نصنفه من اي نوع من الجنازير؟ جنازير ذات الدلافين المنفرده. تتكون من ايه؟ تتكون من وصلات خارجيه ووصلات داخليه، والوصلات الداخليه مثبت بها مجموعه من الدلافين مسلطه، وتترابط الجنازير ببنوز مكبوسه في شرائح الوصلات الخارجيه، وتعشق الدلافين مع التروس في الفراغات الموجوده بين الاسنان. ايه الكلام الجميل ده يا ولاد؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا لو انا قدامي جنزير، الجنزير ده بيتكون من ايه او بيتركب من ايه؟ بيتركب من وصله خارجيه ووصله داخليه، والوصله الداخليه مجموع في يبقى انا لما اجي اقول لك مما يتركب الجنزير، هتقول لي الجنزير بيتكون او بيتركب من وصلات خارجيه ووصلات داخليه، والوصلات الخارجيه والداخليه دي موجود ومثبت بينهم مجموعه من الاسطوانات الصغيره بنقول عليها الدلافين، والدلافين دي مكبوسه في الوصلات الخارجيه والوصلات الداخليه عن طريق بنوز. عن طريق ايه؟ بنوز. طيب، وفي فراغات بين الدلافين دي هي اللي بتعشق في الترس او العجله الايه؟ المسننه اللي انا بعشق عليها الدولفين او الجنزير. طب الجنازير دي يا ولاد هل في منها انواع؟ قال لي اه، في جنازير ذات دلافين منفرده يعني صف واحد من الدلافين، وعندي جنزير مزدوج الدلافين. طيب احنا شفنا كده على الشاشه الجنزير المنفرد الدولفين. لو شفنا كده على الشاشه شباب هنلاقي ان الجنزير ذو صف واحد من الايه، من الدلافين. يبقى الجنزير اللي قصادنا ده دلوقتي صف واحد من ايه، من الدلافين اهو. يبقى انا عندي الجنزير هنا عباره عن وصلات خارجيه ووصلات داخليه، والوصلات الخارجيه الوصلات الداخليه بينهما مجموعه من الدلافين، والدلافين دي مثبته مع الوصله الخارجيه الوصله الداخليه عن طريق ايه؟ بص هنا مسامير اللي احنا بنسميها ايه، بنوز، اللي احنا بنسميها ايه، بنوز. يبقى الجنزير ذات الدلافين المنفرد يتكون من وصلات داخليه وصلات خارجيه، والوصلات الداخليه مثبته بها دلافين، والدلافين دي مسلطه، وتترابط الجنازير ببنوز مكبوسه في شرائح الايه، الوصلات الخارجيه، ويتم تعشيق الجنزير مع العجله المسننه عن طريق الفراغات بين الاسنان. يتم تعشيق الجنزير ده مع العجله المسننه عن طريق الفراغات اللي موجوده بين الايه، بين الدلافين او بين الاسنان بتاعته، بتاعت العجله المسننه. ده كده يا ولاد صف واحد من الدلافين، علشان كده انا سميته جنزير ذات دلافين منفرد. طب نروح نشوف النوع التاني بقى. النوع التاني بقى هو مزدوج الدلافين،
يعني مش صف واحد من الدولفين، لا هم صفين. فعشان كده بنقولها ليه ايه؟ ده جنازير ذات الدلافين المزدوجة. الجنازير ذات الدلافين المزدوجة ايضا برضك بتتكون من وصلات خارجية وصلات داخلية. وصلات اهي خارجية ووصلات داخلية. الوصلات الخارجية الوصلات الداخلية دي بينهما مجموعة من الرولز اللي هي الدلافين، تمام؟ ومجموعة الدلافين دي مثبتة مع الوصلات الداخلية والوصلات والخارجية عن طريق مجموعة من البنوز. طب ليه أنا عملت جنازير ذات الدلافين مزدوجة يا شباب؟ لأن الجنازير ذات الدلافين المزدوجة بتنقل القدرات الكبيرة، وتستخدم الجنازير المزدوجة أو المركبة في نقل هذه القدرات الكبيرة. يبقى أنا عندي دلوقتي يا وليد عرفت إن أنا عندي الجنزير، الجنزير بتاعي ده أول حاجة بينقل الحركة بين محورين بينهما مسافة كبيرة جدا، ونقل حركة موجبة يعني بدون انزلاق، تمام؟ طيب والجنازير بتاعتي ديت بتركب عن طريق بتعشق عن طريق تروس او عجلات مسننه اللي احنا بنسميها ايه؟ الترس اللي بيركب عليه الايه؟ الجنزير. طيب قلنا ان الجنزير دوت في منه نوعين، لا اما جنازير منفرده الدلافين او جنازير مزدوجه الايه؟ الدلافين. طب ايه الفرق ما بينهم في الشكل وايه الفرق ما بينهم في الشغل بتاعهم؟ اولا الفرق ما بينهم في الشكل، مفرد الدلافين بصف واحد من الدلافين، مزدوج الدلافين بيبقى ليه صفين من الدلافين. بالنسبة للشغل مزدوج الدلافين بيديني قدرة كبيرة جدا وبينقل حركة بقدرة ايه؟ اعلى من مفرد الدلافين. طيب بشكل عام الجنزير بيتركب من ايه؟ بيتركب من وصلات خارجية وصلات داخلية بينهما مجموعة من الدلافين. مجموعة الدلافين دي حبايبي مثبتة مع الوصلات الخارجية والوصلات الداخلية عن طريق مجموعة من البنوز، تمام؟ وبيتم تعشيق الجنزير في العجلة المسننة أو الترس المسنن عن طريق الفراغات الموجودة بين أسنان الإيه؟ بين أسنان الترس اللي راكب عليه الإيه؟ الجنزير، تمام يا حبايبي؟ كده خدنا أنواع الجنازير وتركيب الجنزير بيتركب من ايه. نبعدينا بقى على الشاشة. قال لي الجنازير المسننة ذات الأسنان المقلوبة أو الصامتة. عندي جنزير اسمه مسنن. يعني ايه جنزير مسنن بقى؟ اهو ده شكله بيبقى ذات أسنان بنسميها مصمتة أو مقلوبة. ده بنستخدمه عندما يلزم التشغيل في هدوء عند السرعات المحيطية العالية، كما يستخدم في نقل القدرات الكبيرة وتمنع وصلات التوجيه الخارجية والداخلية انزلاق الجنزير من الايه؟ من الترس. يعني الجنازير المسننة يا ولاد او الجنازير المقلوبة ديت انا بستخدمها لما اكون عايز انقل حركة بسرعة عالية قوي وما يكونش فيه صوت، نقل الحركة بسرعة عالية وبدون ضوضاء في هدوء، انقل سرعة عالية في هدوء، تمام؟ ما يحصل ليش اهتزازات، ما يعمل ليش صوت اثناء نقل الحركة. ففي الحالة دي بجيب الميكانيزم بتاعي عبارة عن ميكانيزم من نوع الجنازير المسننة، من نوع الجنازير الايه؟ المسننة. ده بينقل الحركة او السرعات العالية جدا في هدوء، تمام يا حبايبي؟ ده بنسميه الجنزير المسنن او ذات الاسنان الصامته المقلوبه، او ذات الاسنان الصامته الايه؟ المقلوبه. مع بعض كده نشوفه تاني على الشاشه. الجنازير دي بنسميها الجنازير المسننه ذات الاسنان المقلوبه او الصامته. بتستخدم الجنازير المسننه او الصامته عندما يلزم التشغيل في هدوء عند احتياجي لسرعات محيطيه عاليه جدا، كما تستخدم في نقل القدرات الكبيرة وتمنع وصلات التوجيه الخارجية والداخلية انزلاق الجنزير من على الترس بتاعي. عايزين بقى نشوف ايه هي التروس اللي بيركب عليها الجنزير. الترس
اللي بيركب عليه الجنزير. شكل الترس اهو يا ولاد، ده شكل الترس بتاعنا، ده شكل الترس اللي بيركب عليه الجنزير بتاعي. بيقول لي ده الشكل الاساسي للترس، هو مضلع منتظم وتري، طول ضلعه يساوي خطوة الجنزير، ويحدد عدد الاسنان على اساس نسبة نقل الحركة الايه المطلوبة. الحتة دي مهمة اوي بقى يا ولاد. يعني ايه الكلام ده؟ الترس بتاعي يا حبايبي بيصنع من مضلع وتري، يعني اسطواني، تمام؟ والمضلع ده بنفتح عليه اسنان الترس. السرعه اللي باخدها من الترس من الجنزير، السرعه اللي باخدها من الجنزير بتعتمد على عدد اسنان الترس المعشق مع الجنزير. لو انا معشقه جنزير على ترس قائد، عدد اسنانه اكبر من عدد اسنان الترس المنقاد اللي هنقله الحركه، يبقى في الحاله ديت الجنزير هيديني سرعه ايه؟ سرعه عاليه. يبقى انا كده بزود الايه؟ السرعه بتاعتي للميكانيزم. لو انا نقلت الحركه من جنزير الترس القائد له عدد اسنانه اقل من عدد اسنان الترس المنقاد، في الحالة ديت انا بخفض نسبة نقل الحركة بالجنزير. يبقى انا لو عايزة اعمل زيادة لنسبة نقل الحركة، اركب ترس قائد لنقل الحركة عدد اسنانه اكبر من عدد اسنان الترس الايه المنقاد. لو عايز ازود او اخفض بقى السرعه، اركب ترس قائد عدد اسنانه اقل من عدد اسنان الترس المنقاد. لو عايز اخد سرعه متساويه من الجنزير، لابد ان يكون عدد اسنان الترس القائد مساويا لعدد اسنان الترس الايه المنقط. تمام يا حبايبي؟ طيب يبقى انا كده عندي ترس، والترس ده مسنن. طب احنا عايزين نعرف هو التروس ديت اللي بيركب عليها الجنازير دي بتصنع من مواد ايه؟ هنشوف مع بعض على الشاشه، بس في الاول نشوف شكل الايه؟ العجله المسننه. ده شكل العجله المسننه يا اولاد. واحنا قلنا ان شكل العجله المسننه ده عباره عن شكل ترس كده. الترس ده اساسه عباره عن مضلع وتري، الخطوة بتاعته بتساوي خطوة المسافة بين الدلافين اللي موجودة في الجنزير. العجلة المسننة ديت بيقول لي ان التيسير دوران الجنزير، فان عرض السنة ينخفض من القمة بنسبة 10% عن العرض الداخلي. يعني دايما يا ولاد الترس اللي راكب عليه الجنزير نلاقي ان السنة فوق، السنة من فوق بيبقى عرضها اقل من قاع السنة بنسبة 10%. ليه السنة يا ولاد بتبقى من اعلى رفيعة ومن اسفل عريضة شوية؟ علشان تسهل عملية دوران الايه الجنزير. لان لو السنة من فوق عريضة، علشان انقل الجنزير من سنة لسنة، هبص الاقي ان الجنزير فيه مشكلة والحركة مش سهلة. نقل الحركة ما بين الدلافين واسنان الترس مش هتبقى فيها يسر، مش هتبقى سريعة، مش هتبقى سهلة. فعلشان تبقى الحركة بتاعة نقل الدلافين او الجنزير على اسنان الترس سهلة، لازم سنة الترس تكون رفيعة من اعلى وعريضة من ايه؟ من اسفل. وقال لي ان في ستاندر ما بين عرض السنة من القمة عن القاع. عرض السنة بالنسبة لأي ترس هيركب عليه جنزير هيقل من القمة عن القاع بنسبة كام؟ بنسبة 10%. تمام حبايبي؟ ده كده مواصفات الترس اللي هيركب عليه الجنزير بتاعنا. نشوف بقى مع بعض كده تصنيع تروس الجنازير. هو احنا التروس ديت ممكن نصنعها ازاي؟ قال لي ممكن اصنعها من الصلب المدلفن،
ممكن أصنعها عن طريق مكنة المخرطة من جزء واحد أو عدد من الأجزاء وأعمل لهم عملية لحام مع بعضهم البعض. ممكن أصنعه من الصلب المصبوب من الحديد الزهر الرمادي أو تقص من ألواح من الإيه؟ من الصاج. يبقى أنا عندي طرق كتيرة جدا أصنع بيها الترس اللي هيركب عليه الجنزير، لا إما أصنعه من الصلب المدلفن، لا إما أصنعه على مكنة المخرطة الترس ده، وممكن أصنعه على مكنة المخرطة من جزء واحد، يعني أجيب بكرة وأعمل لها عملية تسنين كده على مكنة المخرطة، أو أصنعه من عدة أجزاء ويتم لحام عدة الأجزاء دي مع إيه؟ مع بعض. او ان انا اصنعه عن طريق قصه، قص الجنزير الترس نفسه من باليتا من الصاج، من باليتا من الايه؟ من الصاج. يبقى انا ممكن اصنع الترس بتاعي من الصلب المدلفن بالمخرطه من قطعه واحده او من عده اجزاء والحمهم مع بعض، او ان انا اقصه من باليتا من ايه؟ من الصاج. ده كده مما يصنع الترس اللي هيركب عليه الجنزير، وده اللي احنا عارضينه على الشاشة مع بعضينا نشوفه تاني. بيصنع ترس الجنازير من الصلب المدلفن، او بيصنع من الخراطة من جزء واحد، او بالخراطة من عدة اجزاء وبنلحمها مع بعض، او ان انا بصنعه من الصلب المصبوب من الحديد الزهر الرمادي، او ان انا اقدر اصبه او اقصه من الواح الايه؟ الواح الصاج. طيب ازاي اقدر اعمل عملية تجميع لتعشيقة الجنازير؟ انا عايزة دلوقتي يا ولاد زي ما اخدنا كده قبل كده ازاي بعمل عملية تجميع لتعشيقة بقرات مع سير، انا عايزة دلوقتي نعرف ازاي نجمع بقى تعشيقة من ترس وجنزير. تمام يا حبايبي، هنبص كده على بعض التعليمات اللي احنا المفروض نتبعها اثناء تجميع الترس مع الجنزير مع بعضينا بقى على الشاشة. قال لي يجب منع الاهتزازات عند كبر التباعد المركزي، يجب التزويد بكمية كافية من الزيت، يجب تغيير الجنزير عند زيادة طوله بنسبة 3% من الطول الأصلي، يجب أن تكون التروس والجنازير في مستوى واحد. ايه الكلام الجميل ده يا ولاد؟ ايه الكلام ده بقى؟ أول حاجة لما حضرتك تيجي تعمل التعشيقة بتاعتك لازم تتأكد إن مفيش اهتزازات نهائي عند تعشيق المجموعة بتاعتك على مسافة كبيرة قوي. يعني لو هنقل الحركة باستخدام الجنازير على مسافة متباعدة من المحاور كبيرة لازم اتأكد ان مفيش اهتزازات اثناء نقل الحركة. تاني حاجة قال لي ان يجب التزويد بكمية كبيرة من الزيت. احنا عندنا اجزاء محتكه مع بعضيها يا شباب، الجنزير مصنوع من الايه؟ من الصلب، والترس مصنوع من الصلب، فانا عندي حديد بياكل في حديد، مع الحركه هيحدث تآكل واحتكاك كبير جدا. التآكل اللي هيحدث ده علشان اقلله او امنعه الى حد ما لازم ازود الجنزير والترس اللي راكب عليه بكمية كافية دائما من الزيت. لازم ازود الجنزير والترس اللي راكب عليه بكمية دايما كافية من الايه؟ من الزيت. طب الزيت ده بيعمل ايه يا مس؟ الزيت ده يا حبايبي بيمنع الاحتكاك. طالما منع الاحتكاك بيقلل درجة الحرارة المتولدة، وبالتالي بيقلل التآكل اللي ممكن يحدث، وبالتالي بيزود العمر الافتراضي لمين؟ للترس بتاعي.
طب هو قال لي حاجة مهمة قوي يا ولاد، قال لي نتيجة الاستعمال للجنزير فترة طويلة بلاقي الجنزير بيطول. طب الجنزير بيطول ازاي؟ مش درجة حرارة وتمدد، التمدد ده درجة الحرارة بتؤدي إلى تمدد في الصلب نفسه. طالما حصل تمدد في الجنزير يبقى طول الجنزير بيزيد. إذا زاد طول الجنزير بنسبة 3% من الطول الأصلي نعرف إن الجنزير ده ما ينفعش نستخدمه تاني ولازم نشيله ونستبدله على طول. هتقولي طب أنا هحسبها إزاي؟ ما نشوف طول الجنزير قد إيه وأثناء الصيانة نقيس طول الجنزير واطرح الطول ده من الطول الأصلي واشوف نسبة الاستطالة اللي تمت في الجنزير قد ايه. لو نسبة الاستطالة اللي تمت وصلت لنسبة 3% من طول الجنزير الأساسي لابد من تغيير الجنزير وعدم العمل بيه. تمام يا حبايبي؟ يبقى دي تعليمات احنا لازم نتبعها أثناء تجميع ميكانيزم خاص بنقل الحركة بالجنازير. أول حاجة نمنع أي اهتزازات موجودة بين المحاور التي يتم نقل الحركة بينهم. تاني حاجة لابد من تزويد الميكانيزم باستمرار بكمية كافية من الزيت. إذا حدث استطالة في طول الجنزير بنسبة 3% من الطول الأصلي للجنزير لابد من تغيير الايه الجنزير بتاعه. تمام يا حبايبي؟ مع بعض بقى كده على الشاشة نشوف التعليمات دي تاني اللي احنا هنتبعها أثناء تجميع تعشيق الايه الجنازير. قال لي يجب منع الاهتزازات إذا كبر التباعد المركزي بين المحاور التي ينقل منها الحركة باستخدام الجنازير. يجب التزويد بكمية كافية من الزيت، لازم وانا شغال ازود كمية كبيرة جدا من الزيت علشان امنع الفريكشن او الاحتكاك. يجب تغيير الجنزير عند زيادة الطول الكلي بنسبة 3% من الطول الايه؟ من الطول الاصلي. يجب ان تكون التروس والجنازير في مستوى ايه؟ واحد. يعني ايه يا اولاد بقى النقطة الاخيرة دي؟ انا مركب ترس وترس تاني، لازم الترسين يكونوا على مستوى ايه؟ على مستوى واحد. فعش الترس يبقى راكب لي هنا وترس راكب لي كده وانقل ما بينهم الحركه بالجنزير، ما ينفعش اركب الجنزير بالمنظر ده. لازم الترسين يكونوا الاثنين متوازيين والاثنين في مستوى ايه؟ في مستوى واحد. تمام يا حبايبي؟ دي تعليمات لازم نتبعها عند تجميع او تعشيق الجنازير مع العجلات الايه المسننه او التروس. تمام يا حبايبي؟ نبدا بقى مع بعض كده ناخد حاجه جديده. قال لي بقى احنا هنبدا ناخد حاجه جديده وميكانيزم جديد خالص اللي هو نقل الحركه باستخدام كراسي التحميل او رمان البل اللي احنا بنقول عليه ايه البيرنج، شغل كراسي التحميل. يعني ايه كرسي تحميل؟ بس احنا قبل ما نبدا نشتغل بقى في كراسي التحميل اعمل مع اولادي كده ريفيجن بسيط عن الشغل اللي احنا عملناه في الجنازير. احنا قلنا في الجنازير ان الجنزير ده ايه الفرق ما بينه وما بين السير؟ ان ده بينقل قدره ايه؟ موجبه. يعني ايه قدره موجبه؟ يعني ما بيحصلوش انزلاق اثناء نقل الايه؟ نقل الحركه بتاعتي. تمام. طيب يبقى انا عندي دلوقتي ان الجنزير بتاعي لما بيجي ينقل حركه بينقلها بين محاور بينهم مسافه ايه؟ متباعد. طب ما هو السير بينقل الحركه بين محاور بينها مسافه ايه؟ متباعد. بس نقل الحركه بالسير غير موجب، بيحدث في بعض السيور مثل السيور المسطحه وسيور حرف الفي نقل قدره غير موجبه، هيبقى حدث انزلاق. ولكن في حاله السير المسنن فقط هو اللي بيحصل فيه نقل قدره ايه؟ موجبه. الجنزير دائما نقل القدره بتاعته ايه؟ موجب. بالنسبه للسير انا بنقل الحركه بين بكرتين، البكره القائده بتبقى اصغر دائما من البكره الايه؟ المنقاض.
لذلك السرعة المحيطية للطائرة المنقذة دائما أقل من السرعة المحيطية للطائرة الإيه؟ القائدة. طيب بالنسبة بقى للجنزير، لا ما بيشترطش عندي إن أنا أكون القائد بتاعي صغير، أنا ممكن يبقى عندي قائد ترس كبير وأنقل لترس إيه؟ منقذ صغير، وفي الحالة دي أنا بزود السرعة بتاعتي. ممكن القائد بتاعي بالنسبة للجنازير يبقى القائد كبير صغير والمنقاد كبير، في الحالة دي أنا الميكانيزم باخد منه نسبة تخفيض لمين؟ للحركة بتاعتي أو السرعة. طيب قال لي ممكن يكون الطائرة القائدة أو الترس القائد عدد أسنانه مساوي لعدد أسنان الترس المنقاد، في الحالة دي أنا باخد سرعة متساوية. يبقى أنا بالنسبة للجنازير أقدر إن أنا أركب قائد أصغر، قائد أكبر، قائد متساوي. تمام يا حبايبي؟ وقدرة نقل الحركة بتعتمد على أو نسبة نقل الحركة بتعتمد على عدد أسنان الترس القائد اللي هينقل الحركة للترس الإيه؟ للترس المنقاد. قال لي كمان في الجنازير إن الجنزير بتاعي ده بينقل الحركة والقدرة الكبيرة جدا. في تعليمات أخدتها أثناء نقل الحركة بالسيور، وتعليمات أخرى أخدتها أثناء نقل الحركة بالجنازير. إيه بقى هي التعليمات دي؟ لأن دي أهم حاجة في تعليمنا لهذه المادة. التعليمات المفروض إن أنت تتبعها أثناء تجميع ميكانيزم بيعمل بالسيور، والتعليمات المفروض نتبعها أثناء تجميع ميكانيزم هيعمل بالجنازير. لو هتجمع ميكانيزم شغال بالسيور، أول حاجة لازم الأكسات أو أعمدة نقل الحركة تكون متزنة على كراسي التحميل بتاعتها. تاني حاجة لازم أدخل الطارة بشكل متعامد على العمود، ولازم اختبر عمودية الطارة مع العمود عن طريق زاوية قائمة. نفس الكلام ده اعمله في الطارة المنقادة، اختبر اتزان العمود واختبر عمودية الطارة على العمود باستخدام الزاوية القائمة. بعد كده اختبر الاهتزازات او الاتزان بين العمودين او المحورين اللي هنقل بينهم مين؟ الحركة. تمام يا شباب؟ في الحالة دي يبقى أنا كده عملت اتزان للميكانيزم قبل ما أركب الإيه؟ السير. طب بالنسبة بقى للجنازير، قال لي الجنزير لازم أول حاجة أختبر تركيب الترس على العمود، لازم الترس يركب إيه؟ عدل على العمود. قال لي لازم أختبر عدم وجود اهتزازات بين المحاور عندما يكون نقل الحركة بالجنزير بين محورين بينهم مسافة متباعدة كبيرة. لازم تزويد الميكانيزم باستمرار بكمية كافية من الزيت. طب ليه؟ قال لي لأن الجنزير والعجلة المسننة أو الترس اللي أنا بركبه فيه أو بعشقه فيه لو ما حطيتش كمية كافية من الزيت هيبدأ في احتكاك كبير، هتتولد درجة حرارة كبيرة جدا، هيحدث تمدد لمين؟ للجنزير، ويحدث تلف للجنزير بشكل سريع. ولكن لو انا زودت بكمية كافية من الزيت انا بتلاشى كل هذه الايه؟ الامور. امتى اغير الجنزير؟ لو نسبة استطالة الجنزير زادت عن او وصلت الى 3% من طول الجنزير الاصلي. تمام يا حبايبي؟ دي كده كان بعض التعليمات وبعض المعلومات اللي احنا اتطرقنا ليها عند دراستنا للميكانيزمات التي تنقل الحركة باستخدام السيور، وايضا الميكانيزمات التي تنقل الحركة باستخدام الجنازير. تمام يا حبايبي؟ دلوقتي بقى نبدأ ندخل على ميكانيزم جديد، وهو نقل الحركة باستخدام كراسي التحميل. وماذا تعني كرسي تحميل؟ هو كرسي باين من اسمه،
يعني بيحمل العمود. طب بيحمل العمود ليه؟ عشان يمنع احتكاك العمود بجسم المكنة الأساسي. لما يحدث تآكل ما بين العمود وبين جسم المكنة، لا إما العمود هيبوظ وهشيله، لا إما جسم المكنة هيبوظ ويبقى المكنة مش هتنفع تشتغل تاني. فأنا لازم أحط وسيط بين الأكس وبين المكنة، عشان لما يحدث تآكل، يحدث تآكل في الوسيط ده، أغيره أرخص بكتير من إن أنا أغير أكس أو أغير مكنة. فاحنا كده بنبدأ نعمل إيه؟ حاجة اسمها وسائل نقل حركة وسيطة. وسائل نقل حركة إيه؟ وسيطة. ده وسيلة وسيطة ما بين مين وما بين مين؟ ما بين مبيت وما بين أكس. يعني إيه المبيت ده؟ المبيت ده حاجة راكب فيها العمود، بايت فيها العمود، علشان العمود ده لما بيدور أثناء دورانه ممكن يعمل تآكل مع الأجزاء المحتكة ما بينه. لا، أنا بعمل جزء كده بركبه على الأكس، بحيث لما الفريكشن ده يحصل أو الاحتكاك ده يحصل، يبقى فيه شوية جلب هما اللي يتاكلوا، أغيرهم ويبقى أنا حافظت على الأكس أو العمود، وحافظت على المكنة بتاعتي، ومفيش جزء من الأجزاء الغالية في المكنة يبقى حصل لها إيه؟ دامج، أو يعني دمرت، وهضطر إن أنا أغيرها بمبالغ إيه؟ بمبالغ كبيرة جدا. دي فايدة كراسي التحميل، إن هي جزء وسيط ما بين الأجزاء المدارة أو الأجزاء المتحركة، لو حصل لها هي تآكل بقدر إن أنا أغيرها بسهولة، وأقدر أحافظ على بقية الميكانيزم بتاعي زي ما هو سليم، ما يخسرنيش فلوس كتير. يعني إحنا مع بعضينا بقى نبدأ على الشاشة بتاعتنا نشوف نقل الحركة عن طريق كراسي التحميل أو البيرنج. نقل الحركة باستخدام البيرنج. بيرنج دي إحنا بنقصد بيها أولاد، اللي هو رمان رولمان البلي، اللي هي بتبقى معانا احنا كده بنسميها رمان بلي. رمان البلي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجة اسمها القطر الخارجي والقطر الداخلي، وما بين القطر الخارجي والقطر الداخلي في مجموعة من العناصر التدحرجية، والعناصر التدحرجية دي بتبقى مرصوصة داخل حاجة اسمها قفص. القفص ده هو اللي بيحمي العناصر التدحرجية من ان هي يحصل لها تفرط، او ان هي تبقى متفرطة، فبالتالي هو اللي بيحافظ على تنسيق العناصر التدحرجية للبلية داخل الوصلة او القطر الخارجي والقطر الايه الداخلي. ده كده شكل رمان البلي. طب ايه الجزء التاني ده؟ قال لي احنا عندنا في كراسي التحميل ديت نوعين، اما كراسي تحميل انزلاقية اللي هي مجموعة جلب بركبها على العكس، ده جلبة والجلبة دي بركبها على الأكس، الأكس بيدخل جواها، وبتبقى الجلبة دي ما بين المبيت اللي هو جسم المكنة وما بين الأكس. لو حصل فيها تآكل الجلبة دي ببدأ أشيلها، وبيبقى أنا كده خسرت جلبة، ما خسرتش ولا أكس ولا خسرت جسم الإيه، جسم المكنة. يبقى أنا عندي هنا نقل الحركة بالبيرنج. وظيفة كراسي التحميل إن هي مرشدة لأعمدة الإدارة والمحاور لتستوعب قوى الإيه التحميل. يعني مين اللي بيستوعب قوة التحميل ومين اللي بيمتص قوة التحميل؟ هو البيرنج، اللي هم مين؟ اللي هي كراسي التحميل، هي دي اللي بتستوعب قوة التحميل. طيب احنا لو جينا قلنا ايه هي انواع الاحتكاك اللي ممكن يحدث في كراسي التحميل، عندنا نوعين من الاحتكاك، احتكاك انزلاقي واحتكاك دولفيني. لو انا مركب كراسي تحميل انزلاقية يبقى الاحتكاك بتاعي هيكون ايه؟ انزلاقي. لو انا مركب كراسي تحميل دولفينية يبقى الاحتكاك بتاعي هيبقى ايه؟ دولفيني. يعني ايه احتكاك انزلاقي يا ولاد؟ معناه ان انا مركب عمود والعمود ده فيه عليه شوية جلب. الاحتكاك اللي تم هنا، طالما جلبة راكبة على العمود، يبقى الاحتكاك اللي تم نتيجة ايه؟ تحرك الجلبة من على الايه؟ من على العمود. يبقى ده احتكاك ايه؟ انزلاقي، نتيجة انزلاق الجلبة من على الايه؟ من على العمود، ده احتكاك انزلاقي. انما لو انا جايب رمان بلي، هلاقي ان ما بين الدلافين اللي هو الكرات اللي هي موجودة جوه البلية، نتيجة حركة البلية ده بيحدث عليهم ايه؟ احتكاك. يبقى الاحتكاك ده اسمه احتكاك دولفيني. ليه؟ لان احنا بنقول العناصر التدحرجية ديت بنسميها دلافين، فالدلافين او الاسطوانات اللي هي موجوده او الكريات اللي موجوده داخل كرسي التحميل الدولفيني ده
ده بيحدث له احتكاك وتآكل، فبنسمي الاحتكاك اللي بيحدث على الدلافين ده احتكاك دولفين. يبقى انا لو الاحتكاك تم على جلب والجلب دي بتنزلق على الاكس بتاعي يبقى ده احتكاك انزلاقي، لو الاحتكاك تم على مجموعة دلافين او كريات يبقى ده احتكاك اسمه احتكاك دولفين. احتكاك ايه يا ولاد؟ دولفين. تمام يا شباب؟ طب احنا كده ده بالنسبة لانواع الاحتكاك. انواع القوى اللي بتؤثر على كراسي التحميل، انا عندي كام قوة ممكن تأثر على كرسي التحميل بتاعي؟ عندي قوة نتيجة تحمل المبيت او جسم المكنة على كرسي التحميل. يعني انا دلوقتي حبايبي انا معايا اكس عمود ومركب عليه رمانة بلي، ورمانة البلي دي عليها جسم المكنة، مش جسم المكنة ده عامل حمل على رمانة البلي؟ طب الحمل بتاعي ده، الحمل ده مأثر على قطر البلية ولا مأثر على الحركة المحورية لدوران البلية؟ طالما نازل كده يبقى مأثر على قطر الايه؟ على قطر البلية. يبقى حمل المبيت على البلية ده حمل قطري، ده حمل ايه؟ قطري. انما لو كنت جايب حمل مأثر على البلية نتيجة شحط العمود في البلية، شحط العمود في البلية وحركة دوران العمود على البلية، ده اسمه حمل ايه؟ محوري. ده اسمه حمل ايه؟ محوري. يبقى انا عندي بلي يتحمل الاحمال القطرية وعندي بلي يتحمل الاحمال المحورية. لو البلية الجزء الخارجي ليها المتحمل عليها متحرك، لابد ان تكون البلية تتحمل الاحمال الايه؟ القطرية. لو البلية الاكس اللي راكب فيها هو اللي متحرك يبقى لابد ان تتحمل الاحمال الايه؟ محورية. طب لو البلية دي بقى بتتعرض لحمل قطري وحمل محوري، يبقى لازم البلية دي تكون بتتحمل الاحمال القطرية والايه؟ والمحورية. يبقى انا عندي ثلاث انواع من كراسي التحميل. كراسي تحميل تتحمل الاحمال القطرية، وكراسي تحميل تتحمل الاحمال المحورية، وكراسي تحميل تتحمل الاحمال القطرية والمحورية. تمام يا حبايبي؟ مع بعضينا بقى على الشاشة نشوف الانواع دي بالرسم. اول حاجة اهو يا ولاد، بالنسبة ده الايه؟ دي قوة قطرية. فين هنا البلية؟ اهي دي البلية، الجزء اللي فوق ده هو البلية. الحمل اللي واقع، واقع على القطر ولا واقع على الاكس المحور نفسه؟ احنا ده عندنا اسمه محور. الحمل اللي واقع ده واقع في اتجاه المحور ولا واقع على القطر؟ واقع على القطر. طالما واقع على القطر يبقى الكرسي التحميل ده يتحمل القوى القطرية، يتحمل القوى الايه؟ القطرية. طيب تعال نشوف الحمل اللي هنا. الحمل اللي هنا واقع على محور العمود، بص ده عبارة عن العمود وده محور الايه؟ العمود. ودي البلية، بص البلية هنا افقية، البلية مش رأسية زي دي، البلية ايه؟ افقية. يبقى انا عندي هنا الحمل المؤثر على البلية جاي في اتجاه محور البلية ولا قطر البلية؟ جاي في اتجاه محور البلية. طالما جاي في اتجاه محور البلية يبقى البلية دي تتحمل القوى المحورية، تحمل القوى الايه؟ المحورية. طب تعالى نشوف كده كرسي التحميل اللي تحت ده. قال لي انا جايب لك حمل رأسي وحمل افقي، يبقى في الحالة ديت لازم كرسي التحميل ده يتحمل القوى القطرية وايضا القوى المحورية. يبقى انواع القوى المؤثرة على كراسي التحميل ثلاث انواع من القوى. عندي كراسي تحميل تتحمل القوى القطرية، وفي الحالة ديت بتبقى القوى متعامدة على قطر كرسي التحميل. في الحالة دي اقول ان كرسي التحميل ده يتحمل قوى قطرية فقط. ولكن عندما تقع القوى على اتجاه محور كرسي التحميل في الحالة ديت يبقى لازم كرسي التحميل ده
يتحمل القوة الايه؟ المحورية. طب انا عندي كراسي تحميل بحتاج ان هي تبقى مصد للقوة القطرية والقوة المحورية، يبقى لازم اجيب كرسي تحميل يتحمل القوة القطرية والقوة الايه؟ المحورية معا. دي كده يا ولاد اشكال القوة اللي بتقدر ان هي تأثر على كرسي التحميل اثناء قيامه بالعمل بتاعه. تمام؟ عندنا كام قوة؟ ثلاثة، قوة قطرية، قوة محورية، قوة قطرية ايه؟ محورية. وده بيختلف تبعه نوع كرسي التحميل اللي انا هشغله في الميكانيزم بتاعي. لو الميكانيزم هيتعرض لقوة قطرية اجيب رمان بلية او كرسي تحميل يتحمل القوة القطرية، لو الميكانيزم هيتعرض لقوة محورية اجيب كرسي تحميل يتحمل القوة المحورية، لو الميكانيزم بتاعي هيتعرض لقوة قطرية وقوة محورية لازم الكرسي التحميل اللي انا هجيبه يكون بيتحمل القوة القطرية والقوة الايه؟ المحورية. تمام يا حبايبي؟ ده كده بالنسبة لانواع ايه؟ كراسي التحميل. طيب احنا عايزين نعرف نشوف دلوقتي بقى ايه نوع كراسي التحميل الانزلاقية. احنا قلنا ان احنا عندنا نوعين من كراسي التحميل، كراسي التحميل الانزلاقية وكراسي التحميل الدولفينية. كرسي التحميل الانزلاقي زي ما هو قدامي هو عبارة عن اسطوانة كاملة ملحومة او مسبوبة في جسم الماكينة بداخلها جلبة الكرسي، هو عبارة عن اكس كده وجواه الجلبة. الجلبة دي هي عبارة عن الكرسي التحميل اللي انا اقدر لو حصل له تآكل ابدأ ان انا ايه اغيره. يبقى انا عبارة عن ايه بقى كرسي التحميل الانزلاقي؟ عبارة عن اسطوانة ملحومة او مسبوبة جواها جلبة. اسطوانة ملحومة او مسبوبة بداخلها جلبة، ده كده كرسي التحميل الايه؟ الانزلاقي. محمل المقعد المقفول، ده كرسي تحميل مقفول بيبقى قاعدة والقاعدة دي ملحوم فيها زي بالظبط كده ايه؟ اسطوانة، والاسطوانة دي جواها الايه؟ الجلب الانزلاقية. في الحالة دي بنسميه ده ايه؟ محمل او مقعد مقفول، ده جزء منفصل عن الماكينة بيصنع من الحديد الزهر الرمادي بيضغط به جلبة، والجلبة دي بتكون من مادة جلب الكراسي او بدون جلبة، ويركب العمود داخل هذه ايه؟ الجلبة. اخر حاجة اللي هو محمل المقعد المشقوق ذو الجلبة المقسومة الى قسمين، بيبقى محمل او مقعد لوحده والجزء العلوي بيبقى بيكون من جزئين، جزء علوي وجزء سفلي، وبتحط جواه جلبة، والجلبة دي بتبقى مشقوقة في منها جزء سفلي وجزء ايه؟ وجزء علوي، يتكون من جزئين منفصلين ويتركب من غلاف سفلي قاعدة وغلاف علوي اللي هي وجلبة مشقوقة في مسامير تثبيت، ويركب به العمود وهو مقترح الغطاء بتاعي والجلبة الايه؟ العلوية. مميزاته يمكن ضبط إمالة الكرسي ده داخل، يمكن ضبط العمود داخل الكرسي بوضع جزء كروي بين الكرسي والايه؟ والجلب. هكذا حبايبي احنا النهاردة اخدنا الجنازير وكمان اخدنا كراسي التحميل، وعرفنا ان انا اقدر ان انا اغير السرعة بالنسبة للجنازير، وعن طريق ان انا اغير العجلة المسننة بالنسبة للجنزير. ايضا اخدنا مجموعة كبيرة جدا من كراسي التحميل وعرفنا انواعها، وبكده احنا وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا النهاردة. أشكركم وأترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا يا شباب.